على بركة الله وتوفيقه ينطلق هذا الشوط، شوطنا السادس عشر بتعداد أشواطنا لهذه الفترة الصباحية ومنافسات سن اللقاية، لنتابع هذه الشعارات المتميزة الحاضرة معنا في جميع منافسات هذا المحلي الثالث. نبدأ مباشرة مع هذه الشعارات لنتابع الخماسية الماسية والأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط، لنشاهد هذه القيادة مع أول المراكز، من يقود الأسماء؟ الذيب لسيف بن سعيد الجفال النعيمي، المركز الثاني يتواجد في هذه اللحظات مخيف لصالح بن حمد بن صالح الشرقي على المركز الثاني. إذن على ثاني المراكز بالفعل، الشرقي المركز الثالث، من انطلق من الجانب الأيمن يتواجد بهذه اللحظات الحذر لجابر بن محمد بن ناصر الغفراني، والمركز الخامس أو الرابع من الجانب الأيمن ينطلق شعار بن ظفر ليتواصل مع الأسماء المتقدمة، شاهين محمد بن ظفر بن راشد الهاجري، وخامس المراكز يتواجد شعار الديبل، من فاز معنا في يوم الأمس يتقدم بهذه اللحظات ويتواجد مع الوعب سالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتقدمة المتواجدة لمسيرة هذا الشوط مع هذه الشعارات الكبيرة التي حضرت وانطلقت بعملية البحث عن الناموس وعن التتويج، ولكن لمن ناموس هذا الشوط من الأسماء المتواجدة والمنطلقة في أيضا مجريات هذه الانطلاقة الجميلة. انتصفت المسافة، بدأنا بقصة جديدة مع 2 كيلومترات، ولكن قصة الحماس قصة النزاع، والنزاع لح والناموس، ننطلق مع الصدارة ومع المقدمة لنتابع الحذر لجابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري مع المركز الأول، المركز الثاني شاهين محمد بن ظفر بن راشد الهاجري، أبناء الكويت قادمين للمشاركة على أرضية ميدان التحدي. المركز الثالث يتواجد غازي خالد بن محمد آل الشيخ الكواري، المركز الرابع يتقدم الوعب سالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت، من قدم لنا 3 أسماء مميزة في يوم الأمس وانتزع 3 نقاط جميلة من إنتاجه الشخصي وسلالة جبار. المركز الخامس يتواجد بهذه اللحظات شمردل محمد بن راشد أبو سعيد الخيرين، ينطلق شعاره وينطلق هذا المسمى لأول نداء في هذا الشوط لينضم مع الخماسية الماسية، وما خلف الخمس أسماء قادمة منطلقة وسيل جارف بقيادة شعار البريدي. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى أبناء ميدان الجزيرة، أبناء المملكة العربية السعودية، من قدموا للمشاركة مع أخوانهم على أرضية ميدان التحدي ومع تواجد الحذر جابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري، ينطلق شعاره مع المركز الأول مع الصدارة، يطمح بالناموس، يطمح بناموس هذا الشوط، يقدم لنا هذا المسمى وهذا الشعار، ولكن الخيارين قدم لنا هذا المسمى، قدم لنا شمردل مع المركز الثاني محمد بن راشد أبو سعيد الخيرين، ولكن بن ظفر يقدم لنا أيضا هذا الاسم الكبير شاهين محمد بن ظفر بن راشد الهاجري، ينطلق مع المركز الثاني، احلوت المنافسة. المركز الثالث قادم بهذه اللحظات الوعب لسالم بن عبد الله البخيت مع المركز الثالث، أعود
أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة. طارت اللقاية، حلقت اللقاية على أرضية ميدان التحدي. أي تحدي هذا من شعارات يا أبناء القبائل لأرى وأتابع الصدارة. المقدمة والمركز الأول من هنالك ينطلق مع المركز الأول، شعار الغفراني مع الحذر جابر بن محمد بن ناصر. الغفران المري مع المركز الأول، مع الصدارة، مع القيادة، ولكن بن ظفر مع المركز الثاني. خلاص، إذن التهاني والتبريكات لمالك الحذر، من فاز معنا بهذا الشوط. وأهدى السلام لأبناء المملكة العربية السعودية. التهاني والتبريكات لجابر محمد بن ناصر غفران المري المركز الثاني. وصل شيء لمحمد بن ظفر بن راشد الهادي المركز الثالث. وصل الوعب على ثالث المراكز، سالم بن عبد الله البخيت المركز الرابع. كان الوصول من قبل دائم الفوز لحسين بن محمد بن حمد الصافية النجم الأول. إذن خامس المراكز، وصل على المركز الخامس الفيل لحمد بن علي بن عامر آل ثهيدة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا هذا الانطلاق وشاهدنا الحذر. من فاز معنا في هذا الشوط بتوقيت زمني وقدر 6 دقائق 16 ثانية 43 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف ولمالك الحذر جابر محمد بن ناصر غفران المري. ثاني المراكز، وصل شاهين توقيت الزمن 6 دقائق 17 ثانية 22 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن ظفر بن راشد الهاجري المركز الثالث. وصل الوعب بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 22 ثانية 74 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت على هذا الفوز المستحق.